جزء مهم من مدينة العلمين الجديدة وأحد أبرز معالمها هو الممشى السياحي، ويمكن ده لفت انتباه الجميع هنا لأنه هذا الممشى السياحي بطول 14 كيلو متر، وهو تقريبا بيساوي أو بطول كورنيش اسكندرية. وهذا الكوبري يمكن مفتوح لكل المواطنين، في بقى داخل هذا الممشى مطاعم، مولات تجارية، أماكن للفسحة وللتنزه. هدير جميل موجودة هناك علشان تورينا تفاصيل أكتر. مساء الخير يا هدير. مساء الخير يا إيمان، أنا موجودة دلوقتي في الممشى السياحي. زي ما أنت قلتي الممشى السياحي بطول 14 كيلو متر، والحقيقة إن المرحلة الأولى منه اللي اتنفذت فعلا هي نص المسافة بس، يعني كل الممشى ده اللي الناس بتستمتع بيه ويعتبر من أكتر الحاجات واللي بتلفت نظر الناس لما بتيجي العلمين، ومن أكتر الأماكن اللي الناس بتحب تروحها، ده نص بس اللي اتعمل. احنا على طول بنقول ايه اللي اتعمل في العلمين، لكن الناس مش مدركة حجم المشروع ده هيوصل لغاية فين. لسه ضعف المسافة هيتعمل، لسه في 7 كيلومتر اضافية بامتداد الكورنيش، وهو نفس طول كورنيش اسكندرية تقريبا يا ايمان، لكن اعتقد وجودنا هنا في العلمين خلانا نلمس الفرق. هيفضل اكيد كورنيش اسكندرية في القلب، لكن كورنيش العلمين شبهها. كورنيش العلمين يعني يمكن زميلي يحيى يستعرض لنا الصورة، رغم الحياة اللي في ايمان ورغم الزحمة وانه على طول في اطفال وكبار في السن وشباب بيتمشوا طول الوقت، يمكن المكان الوحيد اللي في العلمين ال 24 ساعة مهما كانت درجة الحرارة، رغم ان هو اوبن اريا زي ما بيقولوا او مفتوح، الا انه على طول حتى 12 الظهر بتلاقي في المكان ده حياة، الا انه هادي. تفهميش ازاي؟ يعني شبه العلمين، راقي هادي قوي، رايق قوي، يعني ما فيهوش الجنون الحلو برضو اللي احنا بنحبه في بحر اسكندرية وصخورها. حتى البحر شبه برضو العلمين، بحر هادي رايق فيروزي جميل، لما تقربي منه تشوفي السمك بعينيكي كده المجردة، مش محتاجة حتى تغطسي عشان تشوفي السمك اللي فيه. الحقيقة ان الروح دي شبه قوي روح العلمين. خليني اقولك اكتر تفاصيل ووريكي ايمان تفاصيل اكتر عن الممشى. الممشى فيه قعدات كتير جدا، كافيهات كتير جدا بطول الممشى، زي ما انت قلتي في كمان مول، اكيد في اماكن كتير قوي، يعني على الجنب الاخر تحديدا قدامي دلوقتي في منطقه الارينا، ودي اللي كانت فيها حفله تامر حسني، وهيكون طبعا فيها حفلات كتير جدا خصوصا في مهرجان العالمين، منطقه احتفاليه في الابراج الشاطئيه وابراج كتير جدا بطول الكورنيش ويمكن بطول الممشى. ويمكن احنا كمان كنا في زياره لبعض الوحدات دي امبارح، الوحدات دي مش بس مكان على الكورنيش لكن كمان بتمثل خدمة برضو موجودة في العلمين. بس دايما عندنا مشكلة كده احنا كمصريين واي حد الحقيقة عنده وحدة سكنية او شاليه على ممشى سياحي، انه دايما هنيجي وهننظف المكان عشان ندخل، طب مين اللي هيوضب؟ طب مين اللي هيحافظ على الحاجات واحنا مش موجودين؟ طب احنا لو بنيجي وقت معين في الصيف بس. في العلمين مفيش كلام ده، في العلمين في خدمات لكل حاجه، في شركات عندك فرصه ان انت تنسق معاها ان هم يفتحوا وينظفوا الاماكن، ان هم يعملوا لك صيانه في اي وقت، ان هم حتى يستثمروا لك المكان اللي انت مستاجره او ممتلكه في اوقات تانية. كمان في الممشى ده موجود حاجه بتلفت نظر كل الناس، المكان المخصص للدراجات. طبعا كون العلمين مدينه من الجيل الرابع بتهتم جدا بالرياضه، بتهتم جدا بالحفاظ على البيئه، وبتشجع جدا على تقليل عوادم السيارات. الحقيقه انه محبي الدراجات خصوصا من المراهقين والشباب حابين جدا وجود الاماكن دي، وهي اماكن مجانيه تماما. كمان الباركنج يا ايمان او اماكن ركن العربيات والسيارات المخصص لمئات السيارات بطول الممشى مجاني تماما. عندنا دايما برضو المشكله بتاعت انه انا هركن، طب هطول، طب لو انا جاي وعايز اقضي اليوم كله، العلمين بتريح جدا الزائر، بتقول له تعالى انت بس واتبسط ومالكش دعوه باي تفاصيل، ما تشيلش هم ركنه عجله، ما تشيلش هم ان انت هتركن عربيه، اشتري واجر، وما تشيلش هم التنظيف، ما تشيلش هم الصيانه، ما تشيلش هم اي حاجه. من مميزات الممشى اللي شبه برضو مميزات العلمين انها بتجمع ما بين كل او معظم الفئات الاجتماعيه في نفس المكان بسلاسه غريبه جدا. في الممشى ده في شواطئ مجانيه تماما، خش شمسيه
القعده بتاعتك براحتك تماما، هات الاكل معاك وانت جاي وتعالى وتبسط طول اليوم بنفس الشاطئ، بنفس الرمله، بنفس الميه، بنفس الاغاني، بنفس الممشى المجاني طول اليوم ببلاش تماما، مجاور لي نفس الشط مجاور ليه تماما، شاطئ خاص لازم تدفع فيه قدر معين من المال مناسب ليك. الحقيقه انه الفئات الاجتماعيه المختلفه بتندمج هنا ببساطه، لان كل واحد بيلاقي اللي هو عايزه في المكان المجاني تماما، في المكان المتوسط، في المكان الاغلى، وكله في خدمه مقبوله، في خدمه شبه الشخص اللي طالبها. دي من مميزات العالمين اللي احنا برضو بنلاقيها في الممشى ده. لو بصينا على منظر الممشى ايمان شفنا الناس قد ايه موجوده، هتلاقي الصغير، هتلاقي الاطفال، هتلاقي الشباب، هتلاقي الاجانب، هتلاقي المصريين، هتلاقي اخواتنا العرب، قابلنا لبنانيين، اماراتيين، وطبعا يعني العرض الجوي العسكري اللي كان ما بيننا وما بين الامارات النهارده هو حديث مدينه العالمين وممشى العالمين النهارده. الحقيقه برضو انه الممشى ده فيه سر يعني وراه رهيب، ان هو خلف اي حدث ترفيهي موجود في العالمين، هنا دايما المكان اللي الكل بيتجمع فيه ويبتدي يصور ويطلع الموبايلات وياخد لقطات السيلفي الخاصه بالطيارات والعروض الترفيهيه الموجوده، هنا المكان اللي الناس بتتجمع فيه وتتقابل وتتكلم وتتعرف على بعض، هنا دايما المكان اللي متاح للكل يدخله مجانا، فالناس اللي جوه الاوتيل بتيجي والناس اللي جوه المول بتيجي والناس اللي داخله او طالعه من البحر بتيجي والناس اللي لسه واصلين راكنين عربياتهم والناس اللي ماشيين بعجل. الحقيقة الممشى نقطة حيوية جدا موجودة في العالمين، نقطة شبه العالمين، فيها روح العالمين، وما ينفعش ان اي كلام يوصفها، لازم الشخص يجي بنفسه عشان يستشعر روح العالمين من خلال الممشى الخاص بيها. جدير بالذكر ايضا يا ايمان انه لازم نقول انه امتداد الممشى هيوريك اكتر، يعني على امتداد امتار من هنا في المدينه الترفيهيه، المدينه الترفيهيه طبعا فيها اكتر يعني على مساحه 86,000 متر، فيها بنوك، فيها جيم، فيها أماكن خضراء كتير جدا، وطبعا في أماكن خضراء بطول الممشى، فيها أماكن ترفيهية، فيها حفلات مجانية أيضا، يعني حاجة غريبة جدا والمهم إنها ناجحة. يعني هو في سر غريب في العالمين، إنه كانت حفلة تامر حسني موجودة هنا في الأرينا والناس دخلتها بتذاكر، لكن كان في شاشات عرض موجودة على المول، وهنا في الممشى الناس كانت واقفة بتتفرج على نفس الحفلة مجانا. في المدينة الترفيهية في حفلات كتير جدا بتقدم، في عروض على فكرة ثقافية هتتقدم في المهرجان مجانا مقدمة من وزارة الثقافة، بعض العروض دي خاصة بالأطفال. الحقيقة انه يعني متاح دايما عروض ومتاح دايما ترفيه لكل الفئات العمرية مجانا، وفي بفلوس وفي بفلوس غالية على فكرة، كل حاجة موجودة في العالمين، وهي دي فكرتها، هي مدينة عالمية هدفها انها تجمع كل الجنسيات اللي في الدنيا، كل الأذواق اللي في الدنيا. المبالغة أحيانا في تركيز على نقطة وإنكار النقطة الثانية ما بتديناش الصورة الكاملة، لكن العالمين محتاجة إن احنا نشوف الصورة الكاملة، لأن الصورة الكاملة اللي في العالمين غنية جدا. نرجع تاني للمدينة الترفيهية، واللي عايز أقولك إنها برضو من أكتر الأماكن الملفتة في العالمين، ومن أكتر الأماكن اللي الناس بتحب تشوفها جدا، مش بس بالليل كمان الصبح، لأنها كمان فيها محال تجارية، محلات براندات عالمية موجودة، الصيدلية والمحلات اللي فيها احتياجات حتى من المنتجات الخاصة بالنساء أو الخاصة بالأطفال، متاح فيها تنوع كبير جدا من المحلات التجارية، إلى جانب التنوع اللي موجود كمان في الأبراج وموجود في المول والخاص بالأماكن كمان اللي فيها الأوتيلات والفنادق الموجودة هنا في العالمين. الحقيقة أنه الحديث على الممشى يعني صعب أن احنا نختزله في أي كلمات، والأماكن الترفيهية إذا كانت الأرينا، إذا كانت المدينة الترفيهية، إذا كانت البحيرات اللي على بعد يعني أمطار قليلة من هنا، العروض الخاصة بأكتر من نافورة راقصة موجودة هنا، وطبعا ده مناسب قوي في الأجواء الحارة اللي احنا بنعيشها باليومين دول، ولو ان يعني دي حقيقه انه الارصاد الجويه وفقا ليها ان جو العالمين هو احسن جو في مصر النهارده وامبارح، وده احتمال يستمر لبكره. يعني صباحا في عز الظهيره احنا كنا 33 درجه يا ايمان، النهارده 33 درجه مئويه رغم انه في موجه حاره شديده جدا، ده افضل درجه حراره واقل درجه حراره، طبعا مع وجود البحر وجود النسمات بتاعه الجو ما بنحسش خالص بده، ولو ان انا واخده تان شويه ويمكن ده ملحوظ على الكاميرا بعتذر عنه، ولكن يعني فرصة
فرصة رائعة إن إحنا نكون موجودين في العلمين عشان نستمتع بالجو، واللي عايز يعمل تاني يعمل، واللي عايز يستمتع بالشمس يستمتع، واللي عايز إن هو يكون في الأماكن المغلقة وتحت البرجولات اللي بتوفرها هنا القائمين على الممشى والقائمين على العلمين. في أكتر من برجولة ممكن تستمتع بالظل، ممكن تستمتع بالشمس. الحقيقة إن أنت ممكن تستمتع بكل حاجة في العلمين، بكل حاجة في ممشى العلمين، والحقيقة إن أنت ممكن تستمتع بالفلوس المناسبة ليك، من أول ببلاش لحد الغالي. الحقيقة إنه العلمين مجمعة ناس كتير قوي، مجمعة كل الناس وعايزة تجمع أكتر. ياريت كل الناس تيجي تشوف بنفسها وتحكم بنفسها. إحنا كل ده، كل الحجم من الإنشاءات، كل الحجم من الإبهار، كل الناس اللي بنتكلم معاها إذا كانوا مصريين أو إذا كانوا أجانب مش مصدقين إن إحنا في العلمين اللي شفناها السنة اللي فاتت، اللي شفناها من 6 شهور، مش مصدقين. هم يعني فعلا مش اللي بيغيب بس كام شهر عن العلمين بيكتشف انه انا يعني انا خلاص انا مش هي دي نفس المدينه اللي انا كنت فيها. فتعالوا زوروا العلمين، تعالوا شوفوها عشان تتاكدوا قد ايه هي جديره بالزياره، وقد ايه هي فعلا بتتغير يوم عن يوم. جميل. يمكن السياحة واحدة من أهم الأهداف اللي بسببها بنشوف كل هذا الشغل فيه.